طلعت فيها هو ياك الثلاث الأربعة خرجت القوة لبرا لهنا، لأن بد كانوا الناس في وضم تيضربوا وجات طيار سيدي تحط في العسكر شافوا بنادم بغادي خارج هارب ياك تبعوه فين منين جاي بالطيارات، كاينين الناس اللي ضربوهم بالطيارة ياك تبعوهم هادو الناس السيارة وولاد ديك اللي منهم ولد العفان هذي كان سيدي شو بعضهم تيقولو هما ولاد الحاج دخو ضربوهم من الطيارة ماتوا فيها جوج تاع الناس قتلتها ماتوا نهار الأربعاء تحط هذاك جو نهار الأربعاء تحط العسكر هنا جيت قدام دار محب واحد في المكرب جابوا على خاطر هذول اللي كانوا عندنا توأنا هنا قالك جو الكاميونات عرموك مباشين وعامرين عسكر حطوهم ثماك ورجعوا ثاني الوظف عمرو جو قالك الدار العسكر دار قالك واحد حدا واحد واحد حدا واحد من ضرب محب وعزة إلى ضرب قنطار ما تعرف السهمد أي داروا واحد حدا واحد واحد حدا واحد واحد الوقت فاش أمروا لهم من طريق القدام هالطريق هذي اللي دايزة من هالقدام اللي وراها ما تيلحقولوش وهذا التقرير اللي داروا من الطريق القدام على حساب القايد اللي كان عندنا القايد بالحال قال لهم هذا من الطريق القدام هم اللي داروا هالخسارات وداروا هم اللي ناطوا بد قلت لك سيدي قد العسكر أمروا لهم هم يشوروا تيجوا كانوا على الخيام تلحقوا الخيام اللي صابوا يهز يديه ويزيد يديه العيالات ما كيدوش معاهم الدراري الصغار ما كيدوش معاهم والناس اللي هما شيوخ ما يقدروش يدرجوا فاني ما تيدوش ياك هذي داروها هما بعدا زعما مزيانة أي ولي صحيح قد ما كان يديه يسوق المهايم بهاي مونيت يسوق مزيد يقولوا له كل شيء ما يخلوا لهم حتى حاجة والخيمة يديروا فيها العافية ولا نوادر تعتبن هاك الساعة كانوا النوادر كان الطوب عقلتي على الطوب احنا كانوا تديروا عندنا احنا الطوب عندنا احنا كنت تديروا تديروا فيهم العافية والخيام ولكن عاد يفوتهم الهي اللي قاعد في الخيام تيطفي ما تيبقاو شاعلين عن النوادر وهي هذيك أزيدي واحد السيد كان هنا راجل كبير قال لهم النادر ما تطفوه شي خلوا الدخان يبقى يبان ليهم كانوا الرجال عقالة لأن داروا البهايم داروا العافية في الخيام ولكن الخيام كاينين هنا أموالهم اللي عائلات طفاوهم كاين تا الرجال من تيتبرموا هما كانوا مخزون يلعبوا المتامرة أي يا كسيدي تقول لهم هذا قرار النوادر ما تطفوهمش خلوا الدخان يبقى يبان ليهم يقولوا راه كل شيء تحرق هو مشاو سيدي داو قاع الرجال كلهم البهايم كل شيء كيما كان حتى الحمير حاشاك من الطوما شادو ولكن سيدي مالهم بمالهم كل شيء اللي كان الناس سيداه هما محرفين بالقرطاس ديالهم وغادي سيدي باش ما امروا مشاو تعرف بيا ربعين نعرفهم عرفتيها لحقوا الناس تلتماك بيا ربعين
داروهم في شي زراد ديال الشطب وقبالة الشمس ومعري لهم روسهم. هذا يوم الأربعاء في العشية الناس تتحالف وتتواصل مع بعضياتهم تقولوا عايز رب المغرب حتى واحد ما يبقى إذا ما يهربوا ما قبل طيح الشمس خلطوا لهم الكاميونات عرموا كان شرجوا هذاك بنادم كله المال بقى دارة في ذاك الليل ربي عرفت بيه 40 سنة بقى المال دارة الخيل وبقار وغلام وذاك الشيء اللي كاين اللي داو كل شيء بقى دارة ماليه رفدوهم جابوا حطوا سيدي واحد فرغوا شي حاجة هنا في الدار هذي تابع نحبوا عن طب وشي الاخر دوه عين عيشة وكاين واحد الغار كاين من دار من دار النبي قال هنا من دار النبي قال اجي دخلهم تماك تتسمى عين عيشة وقالوا كاينة فيها الناس اللي دخلوا قالوا كاينة فيها الوصلانة قاعد تمرمد بنادم الواقية اللي كازيدي سدوا عليهم تماك هادو داخلين شي ناس من عندنا هنا تلت ايام ما جابوا لهم خبار ما عرفوا فين كاينين قالوا راه كاينين قلنا الاربعة الخميس الجمعة السبت الحد الحد علموا الناس قالوا لهم تعلموا ديروا الاعلامات تعلموا زمان لفرنسا راح انتصرت لا علموا لها باش ما يبقاش لما تيضربوهم ما يبقاش يشدوهم داروا هذاك وعلموا يوم الحد دار هذاك يدار الإعلام في الدورة ديال الجمعة وجابوا فيها قالوا جوج فحولة يعرقبوهم وشي واحد جاي فرنساوي جاي في طيارة جاي لهذيك البلاصة شو هو اش يدير الله أعلم قالك تحرق قبل الحد ما عارفين فيها من فين من الليل هنا في هذيك البلاصة كان فيها هاد الشيء الكحولة وكان بنادم مليل تماك مجموع وتيستناو في هذا اللي جاي اش يدير الله اعلم ما لحقش ما لحقش ما لحقش ربي داك الشيء اللي بغا ياك اسيدي الناس قالوا لهم تجيبوا اللي عندهم كحلة كما كان نوعها تجيبوهم وتجيبوا وديروا الإعلامات في السواق عندنا احنا في الحد والناس رفضوا اللي عندهم كحلة داروا في الشوارد وطلع شي بعضين من هل القايد بالحال النهار فاش كانت العافية تيضحكوا قالكوا تيقولوا أي تعب سلام رام تحرقوا هذي تحرقوا كانوا الناس تحرقوا هذوك الحصايد وعاد يحرطوهم كانوا خسلاء بزاف وهاد شافوا العافية عاد تعب سلام ديالنا حنا والروان في السير قالوا رام تيضحكوا بها بيناتهم قالهم أي تعب سلام رام تحرقوا إوا هي هادي نهار الحد مشاو لبسوا قال حجات مزيانين اللي عنده شي سيدي ما ولا عنده مره ما كان هكا كان والو مشى سيدي الحد تما زعما حضروا في الاعلام والله ما خاتو خالي جات القوه جمعتهم كل شيء جابوهم على رجليهم من الحد لحد رقابين نو بنو اربعه قرب جابوا على رجليهم مع في الدارية ما كان الطريق الأول حتى لهاد الدار هادي تاع المحمد خلاو اللي عندو بغا اللي جا بغا الخلا اللي جا الحمار الخلا بقى كلشي دارع تما هما لهم جابوا من هنا شدوا القايد بالحاج بنفسه
قالوا له واش ما غاديش يديروه غير الناس على الرعيه هكا كما نقولوا شي من الامر ديالو واش تسواش الدو سوا معاه ها تسواش الدو معاه اييه على خاطر بغيت مشينا حنايا لدار الوفعين دار التحقيق صنع البلاصه اللي كانوا يصوتوا فيها وكانوا الناس راه كلت العافيه ماشي كانوا تديرولهم الضو هنا في ودنهم واحد من اللي تضربوه بالضو تيطير ويطيح الله هي هذيك سيدي تلقايد من الحال ولا داخل معاهم و دازت واحد المدة من 15 يوم من هذيك الصحة هزوا الناس الحبس عامر وهذا الغار اللي قلنا عامر هزوا الناس للدار البيضاء دهم ثاني في الكاميونات مين وحولوهم لواحد القرية يقولوا قرية القاضي بندريس قرية القاضي فأرى في سماتها أنا الحق التاليها وشدتها في سباتها واحس عرفتي سباتها كينا القرية ديال القاضي بندريس تما كنا خدمين وشدت تاليها وكانوا أجداروا فيها هي كبيرة ومن الوسط خاوية المحلات مع الجناب والوسط خاوي شدوا سيدي داروا القرياج السلك وداروا حويشات تيدخلوا فيه بنادم قبل الشمس قبل تسمر سادين عليهم تما سادين عليهم تما او سادين عليهم و والماكلة والو تيجيبولو من الناس هاد الدار البيضاء قالك تيجيبو الخيش كانوا مشاو ديالنا حنا قالك الخيش تينزل من الفوق من ديال الخبز ديال الخبز اسيدي وديال الحوايج ما يلبسو الناس وديال كل اش تيجي وموقولوهم تماك موقولوهم بالماكلة هل الضرب لو ما تهلاو في هذيك المحامش قعدوا شحال قعدوا 26 يوم شهر قبل ربع ايام شدوهم تما عاود جابوهم بدا كيطلقوا فيهم جا واحد القايد جديد يقولوا له القايد عبد القادر بدخل لهنا للوظفه بحال الرحمة ولكن الرحمة عبد الله.